السلام عليكم. النادي الافريقي تعادل هدف لهدف امام الملعب التونسي في ملعب النيبر، يعني حتى العب هو المقابله الاولى لحساب الجوله التاسعه، ومع هذا مازال متذيل الترتيب. ممكن الفارق انه في الجوله الفارطه كان في رصيده 7 نقاط، حاليا عنده 8 نقاط، لكن مازال متواجد في المرتبه الأخيرة. لهنا من نجم كان نقوله ربي صبر جماهير النادي الإفريقي على هالكوارث اللي قاعدين نشوفوا فيها من موسم الموسم ومن جولة الجولة. يعني الجميع بدون استثناء الأندية المتواجدة حاليا في مرحلة التتويج فرحت الجماهير متاح، أو فرح الأندية فرحت الجماهير متاح، بالرغم أنه اللي عملوا جمهور النادي الإفريقي مع فريقه إلى حد الآن ما عملوا حتى فريق، من غير ما تحكي على الترجي الرياضي التونسي يتحط على الجنب. في المرتبة الثانية عندك الاتحاد المنستيري مفرح الجماهير متاعه، ولا في كل موسم يتواجد في المرتبة الثانية وينافس على البطولة الآخر الجولة ويشارك في رابطة الأبطال الإفريقية، أكيد هذا ما ينجم كان يفرح جماهير الاتحاد المنستيري. الملعب التونسي المتواجد حاليا في المرتبة الثالثة هو رجع من بعيد ولا يشارك في البلاي اوف وينافس من اجل مسابقة افريقية، والاقرب انه باش يشارك في مسابقة الكاف. النجم الرياضي الساحلي حتى انه الموسم الحالي قاعد يمر بوضعية صعيبة، الموسم الفارط كان صاحب البطولة وفرح الجماهير متاعه. النادي الرياضي الصفاقسي اللي كل مرة تسمع كان مشاكل ومشاكل، وفي كل هكا مناسبة وفي كل موسم ينقر لك اللقب والآخر الألقاب اللي فاز بها في مسابقة الكاس كان على ظهر النادي الإفريقي. فقط الفريق الوحيد اللي لا فرح جماهيره لا عام وصول المرتبة الثانية لا نافس على بطولة لا فاز بكاس ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله، علاش جماهير النادي الافريقي تقاسي في هالقساوات هذه؟ انت اليوم كي تجي تشوف النادي الافريقي تلقاه عنده اتعس دفاع الموسم الحالي، تجي تشوف النادي الافريقي تلقاه متواجد في المرتبة الاخيرة، تجي تشوف النادي الافريقي تلقى واحد او هارب يلوجوا عليه، ما نعرفش مشيو المركز 17 ظهر لي يلوجوا عليه قال لك ثم ملاعب يهرب. الاخر مشى هكا اورد راسه ومشى رجع للجزائر قال لك باش نداوي غادي في الجزائر. هاو ودي تضربت ولا تضربت انت؟ تضربت في تونس ولا تضربت في الجزائر؟ الكونترا نتاعك مع النادي الافريقي ولا في الجزائر؟ يا ودي اجي خلينا نشوفوك يا ودي الضربه صحيحه مش صحيحه؟ ليه؟ قال لك لا انا في الجزائر ومضروب وصورت لهم الواحد. والله يفكرني تعب شنو اكل اللي يصور لك العلوش، يصور العلوش يقول له هاو العلوش العيد، والله راهو علوش باهي ناخذ التصوير، يجي نهار الواحد يلقاه ما فيه شيء فارغ. حتى هذايا عمل لهم التصوير قال لهم الشيفي نتاعي مضروب، وخرج في اكسبريس افهم قال لهم النادي الافريقي وكذا وانا مازلت وما نعرفش شنو. ماشي صايف ماشي يشوف اموره في الجزائر، ما يخليهم مازالوا زوز مقابلات رجع لهم وما نعرفش انت برا ربي معاكم. قال معناها باش تفهم الوضعيه نوصل لها النادي الافريقي. تجي تشوف انت اليوم النادي الافريقي يعني ما ثماش مقابله يتسجل له هدف وقادر باش يرجع، ما ثماش مقابله سجل فيها هدف وقدر انه يصمد ويحافظ على الهدف اللي ممكن بيها ينتصر ويتحصل على 3 نقاط. اليوم الملعب التونسي شيخ عليه كيما حب، الملعب التونسي شيخ عليه كيما حب، عملهم الكل معاك، الكل عملهم معاك الملعب التونسي. يا اخي تجي تشوف المدرب فوزي بنزرتي اللي قالك باش يمشي المنتخب التونسي، يعني حتى النقطة المضيئة الوحيدة في النادي الافريقي واللي هو المدرب صوت الحكمة في كل دار، مو ساعة لساعة كي تلقى دار داخلة بعضها كي تلقى فيها واحد رزين تطمين شوية. الرزين حاليا في النادي الافريقي هو فوزي بنزرتي، نجم يشد لك الجروب كذا وكذا تبني عليه الموسم المقبل، شي على روحه بنسبة كبيرة. الديون قاو مرة 5 مليارات ومرة 6 مليارات، توا ولاو يحكيو على 10 مليارات. يعني شنو هذا اللي صاير في النادي الافريقي؟ انت اليوم تجي تبدا بتشكيلة ما تهنيش، تشكيلة مش متاع ربح، تجي تبدل ما تلقى ما تبدل،
ما تلقى ما تبدل عبارة واحد عنده مريول مقطع وانتين يا صحايبي، مريول في الصيف النهار الاول الثاني لابس الثالث الرابع الخامس يحل كلاص باش يلوج، ثماشي مريول اخر يلبسه ما ثماش حتى هما فوز يلوج فك الكلاص فك الوحده كل الكاريطه غادي شكون باش يهبط لعل وعساه يغير له نتيجه ما ثماش. انا اليوم من مثلا ما نجمش اللوم الملاعب عزيز اللي هو رياض روا ومازال صغير وتحطه قدام بلال الماجري اللي يمر باوج عطاءه في الملعب التونسي، نجمش لومه لاعب صغير ومش في البوست نتاعو، يعني شخصيا ما نجمش لومه. البقيه شنو رامي البدوي ما فيه وكب جابر اسمه هذاك البجنب ربي البدوي هذاك اسمه هذاك شو يعمل كيف جابوه يودي كيف جبتو انت كي تخرج ملاعبي من الاسبوار كيما عزيز هذايا تقول يا خويا ما عنديش ما عنديش انا طلعت ملاعبي من الاسبوار، اما هذيك تجيبو على ام اس اس تجي فيه رمي البدوي الى متى باش يقعد؟ رو الجوره نتاعو جوره كغازي عبد الرزاق والطاوس ما عندوش بلاصه يا ولدي يلعب طلع من الاسبوار تو يغلط ويتعلم وماذا يغلط ويزيد يزلط اكثر والمقابله لكل مقابله يكون اتعس من اللي قبلها. هذاك اللي على الاخر زاد على اليمين حتى اسمه والله وليت نسيه صبغ لي شعره ملول مش في باله كافو طلع لي مرتين عمل لي مونتي 2 سنتر يعطيه الصحه دز معاه الجمهور يلقى روحه في ليكيب ناسيونال رجع رقد رجع رقد يا ودي حط تكيه هاكا عزيز اللي تحطيها رير جوش وتحب تحطمه حطوا رير دروا واقوى بيفو في تونس ما هو ظهر لي هذا اخر موسم ليه ها ما هو هذاك هو الاقوى بيفو في تونس كمل الموسم هذا ويمشي على روحه ما غيث بالصغيره هاكا في وسط في وسط تيناي والله يعطيه الصحه اكرشوده من غادي والله العظيم هاو يتمعش هاو يتمعش على خاطر رشوده ما نصوروش انا رشيد العرفاوي شاق بلاصه في الملعب التونسي ولا الاتحاد المنسيري ولا ثماش هذاك رشوده يخرج من النادي الافريقي يلقى روحه في سليمان يلقى روحه في الناسيونال بي هذاك هو المكان نتاعو لابس ديس الكلوب لابس ديس الكلوب. اليوم الحقيقه تقال ايدو فوزي البنزرتي لقى له بوست رجعوا التالي شوفك اللي باس اللي يعطي فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني مش تعرف النظرة متاع المدرب. حمدي العبيدي هاو كل مرة ماشي شنو هاو يضرب سيخو في بعضها ويطيح ويلوج لي على كفران وكذا فيق صاحبي فيق فيق ربيك الركب فيق فيق وينك وينو حمدي العبيدي تاع الموسم الفارط والموسم اللي قبله فيق فيق المهاجم لازم يسجل اهداف وانت عندك خصال متاع ملاعب يسجل اهداف مش متاع باش يفنتي ويتريبل ويدز ويسطر ويعطي باسات ماكش تاع هذاك ما تنجمش تسجل يعني راك فاشل يعني راك ما رجعتش للمستوى نتاعك. الشيخ اوكي برتع منه ومن غادي نتيجه التعادل تعتبر نتيجه ايجابيه للنادي الافريقي لانه صراحه يستحق الهزيمه بما انه اتعس فريق حاليا في مرحله التتويج. ان شاء الله الموسم الحالي يتعدى وينسي جمهور النادي الافريقي في الكوارث اللي قاعدين نشوفوها ولو انه كي تقول تو الموسم الحالي يتعدى اللي يستنى فيك في الموسم القادم تلقاه اتعس برشا اني مش تخلص الخطايا نتاعك قالك حتى البطوله يلزمك تخلص باش تشارك يعني مش كان مسابقه افريقيه لو كان الفيفا تشد حتى البطوله تكح عندك ولا ما عندكش ما تشاركش. الملعب التونسي ولا عامل احتراز جمله قال لك ما خلصوش استاد راد، شو مداخلك فيه انت استاد راد؟ شو يخلصوا ولا عندك الوصاية انت على استاد راد؟ شو يهمك انت ما عندك استاد نتاعك جايك فريق باش يلعب ضدك يلعبوا وبنروح، شنو اللي وما خلصش استاد وما صلحش استاد وما نعرف شنو حرقك الحليب انت على استاد راد؟ بالله يا حويل اقسم بالله تعيش وترى. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري متبقى كبش يقول لكم تحيه تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام.